لهون. يلا قومي بوسي ايده وبعدين اقعدي على السفرة. مبين انه هو كتير معصب. ها ليك اسمعي، ما تحكي ولا كلمة اذا قال لك ما في دراسة، وخليكي هيك لحتى يبرد قلبه. المهم ما يقوم يجن ويقول لك ما في دراسة. يلا يلا يا روحي، يلا يا بنتي، تعالي اطلع اطلع، يلا يلا بنتي تعالي يلا. بابا بلا ما تبرد الشوربة. يلا صحة وعافية على قلبكم، يلا كلوا. صحة وعافية. أنا بلشت بالشغل. آه إن شاء الله ألف مبروك يا ابني. وين شغلك؟ خليل هو اللي قال لي تعال اشتغل معي بالمحل، حكينا واتفقنا وإن شاء الله بكرة رح بلش. إيه يا أمي، إيه منيح كتير. إن شاء الله على خير. ليكلك ابني اتمسك بلقمتك وقوعد خجلنا معه. خلص بابا ما رح خجلك.